لاباس عليكم؟ بخير اموركم هانيه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. انا فرحانه بزاف، تخيلوا شحال شحال فرحانه في هذا الفيديو، حقاش وصلوني الحوايج دغيا دغيا. نورمالمون ملي كدوزي شي كوموند كتبقاي تسني بزاف باش كتوصلك الكوليه ديالك، وانا وصلتني دغيا دغيا، ما كان لها حتى شي سيمانه دغيا دغيا وصلتني. بالنسبه للفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون اول ديال نيهاو جولي. مهم هاد لو سيت هذا الصراحه عندهم الحوايج الخاص 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 لواحد الدرجه راه ما كتدخلش للعقل. انا مشيت الاثمنه ديال لي زارتيكل اللي عزلت بصراحه تصدمت بزاف، ما كنتش متوقعه انهم بعدا غيكونوا في هاد الكاليتي، ما كنتش متوقعه انهم الاثمنه غادي يكونوا بحال هكاك. لحقاش كنشوف لي سيت اللي كيكونوا رخاصين، ولكن بحال هاد لو سيت ما عمرني شفت بحال الرخا ديالو. الحاجه الثانيه اللي زوينه في هاد لو سيت هو انهم كيبيعوا بالجمله، داكشي علاش دايرين اسمينه رخاصين. اذا كنتو مهتمين وبغيتو تشوفوا لي زارتيكل اللي خديت، ديروا لي اول حاجه لايك، اللي مازال مشتركش في القناه يهبط دابا يشترك. غادي نخلي لكم لي بوست بالحوايج اللي وصلوني من عندهم، وغادي نخلي لكم اي حاجه متعلقه بهم في صندوق الوصف. دابا غادي نبداو لا فيديو ديالنا. هاد كاينه اول حاجه بعدا هي هاد الجاكيطه اللي لابسه انا. هاد الجاكيطه كتجي بحال هكا قصيره وزويونه وصغيره وحليلوه وكيوت. انا غنخلي لكم البوسه وغادي تشوفوها كيفاش كتجي، بصراحه عجبتني بزاف. فيها لي طاي كاملين، فيها الاس فيها الام وفيها الال، ما فيهاش اكس ال. انا خديت فهاد لا طاي هادي الال، مهم جاتني بصراحه زوينه من هنايا ديال الكوير اللي فيها غزاله البنات. راكم عارفين هادو طوندونس خارجين هاد العام هذا بزاف، واخا راهم قدامين وصراحه كيجيو زوينين في اللبسه، كيعطيوك واحد اللولوك اللبسه ديالك زويون. فيها الجويبات من هنايا حتى من هنا، راه ديال الجلد، وبصراحه الثمن ديالها صدمني بزاف. كنت متوقعه انها غتكون بحال هاد الكاليتي هكايا، بصراحه عجبتني وكتسد وكتجي قصاوره، كتجي مع لي جوكين، كتجي مع سروال ديال الجين، يعني مع اي حاجه لبستيها غادي تجيك زوينه. وانا عارفه غادي تعجبكم، لحقاش حنا البنات تقريبا عندنا ذوق واحد، وخصوصا في هذا الوقت هذا كلشي اتفق بانهم زوينين. انا كيعجبوني بحال هكايا، كيعجبوني القصار وكيعجبوني الطوال، داكشي علاش انا عندي جوج ديال لي تايب، عندي هاد القصيره وعندي الطويله. بالنسبه لي زارتيكل كاملين تلقاو البنات الكود ديالهم في الديسكريبشن بوكس. المهم بالنسبه لهاد الجاكيطه راه ما بقاتش عندهم في السيت، يعني راه تلقاو بزاف ديال الوقت بحال هكا الا كانت عجباتكم. ثاني حاجه عندنا هي هاد لافيست هادي، طلعتني في هاد الميكاب. انا غتشوفوني حل الميكات لحقاش راني قلبتهم وشفتهم كيوصلوني، باش ملي نجي نهضر عليهم نقول لكم شنو هما العيوب ديالهم وشنو هما الحاجات اللي زوينين فيهم. اند هادي هي لافيست. مهم اول حاجه بعدا هما هادو لي ديداس ديالها، كتجيب هاد اللعيبه كتحزم هنايا، وهادو هما الصدايف ديالها كيف ما كتشوفوا. حتى هي بيان سور غادي نقيسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. المهم هي كتجي طويله، وصراحه اللون ديالها زوين، ولكن ماشي بحال اللي كانت كتبان في لو سيت. اللي كتبان في لو سيت كتبان زوينه وكتبان غاليه وكتبان واعره، اما هادي كتبان عاديه. هادو هما الصدفات ديالها، يعني شي حاجه عاديه الخياطه، شي حاجه اللي سهله، يعني راه ماما تعرف تخيط هادي حيت انا ماما خياطه. تحيه للخياطات كاملين اختي فين ما كنتو، اعتقونا اختي في المواقف الصعبه الخياطات. هي زوينه ولكن ماشي بحال اللي كانت كتبان في لو سيت. بالنسبه للثمن ديالها راه هذاك هو الثمن ديالهم، وفيها واحد اللوين اللي زويون. بالنسبه للاطاي اللي غادي نعطيكم واحد الحاجه على قبل لاطاي ديالهم، حاولوا تاخذوا سايز كبير عليكم. بحال دابا داكشي كتلبسي الان خدي الال، داكشي كتلبسي اكس ال خدي دوبل اكس ال، يعني انت طالعه. لحقاش البنات عندهم لي طاي شي شويه صغيورين، بحال هادي راها الاكس ال ولكن راه بحال لابسه غير ال. المهم حقاش كنا باغيينها تلبسها اختي وداكشي، ولدت فانو مياها، ولكن ما كتعرفش غادي نلبسها لراسي اختي. كنقيسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي، بصراحه زوينه. فيها هاد الافتحات هادو من التحت كيف ما كتشوفوا، وكتجي زوينه في اللبسه، ماشي خايبه، ولكن لاكس غادي نعطيها شحال على 10؟ غادي نعطيها ديك 7 على 10. هكا كتجي في البيصه، ان شاء الله غادي نتصور بها ونحط لكم في انستغرام. باي ذا واي بزاف د الحوايج تصورت بهم وحطيتهم لكم في انستغرام. بالنسبه لهاد لافيست بصراحه كتجي زوينه، كتجي مريحه، لا كولور ديالها فنه وغزاله، وكتجي في هاد لا سيزون خطيره. دابا وصلنا للمعقول، عندنا هاد الساك هذا شوفوا شحال غزاله البنات، تخيلوا هذا الثمن ديالو بشحال، ما فايتش 90 درهم. تخيلوا دابا هذا معايا ما فايتش 90 درهم. دابا هذا الصاك هذا اللي كتشوفوا فيه ما فايتش 90 درهم، ما يمكنش ما يمكنش شحال غزال. شوفوا بعدا البنات لي ديتاي ديالو كيفاش دايرين، غنحل لكم. شوفوا الحله ديالو كي دايره، كتبركوا على هذه اللعيبه بحال هكا وكيطلع هو هذا من الداخل.
شوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره. السلسله البنات في الدوغي كتحمق السلسله فريمون كيبان الصاك شي حاجه دو لوكس ماشي داكشي رخيص يعني ما باينش كاع عليه الثمن ديال 80 درهم ولا 90 درهم. انا دابا منين هاز الصاك غيكون كلشي عارفني هاز الصاك ب 90 درهم ولا 80 درهم يعني بحال دابا شي حد لا شافني ما كيعرفنيش ما كيعرفليش بلي شريته بهذا الثمن هذا غادي يقول هاد الصاك هذا فريمون راه باينه مشري بشي 400 درهم شي 300 درهم ما يكونش كاع باين عليه داك الثمن. ها هي الصميطه ديالو وانا نوريكم كيفاش كيتشد. شوفوا في هاد اللعيبه كتبركوا بحال هكا يمكن لكم تهزوا حتى هكا الا بغيتوا وحده كتلصق من هنا اند هو هذا الصاك. المهم شوفوا البنات شحال غزال. المهم انا حمقني اقسم بالله حتى كيحمق كيستا ما كرهتش كون خديت فيه اللوينات كاملين ولكن دوماج كان خاصني ناخذ هاد لا كولور حيت ما عنديش بزاف في السكن اكثر لي عندي غير داكشي المغموق ما عنديش بحال هكا داكشي المفتوح داكشي علاش حاولت ناخذ في هاد السيت هذا داكشي فيه شويه الالوان لحقاش هما عندهم السكن عندهم مضادات وداكشي خطير ورخيص بالداخل ديال بحال هكايا فيه غير سلسله وحده وكيجي بحال هكا ما كيتسدش بشي سلسله اولا شي حاجه ديال الحاجه الخايبه فيه ولكن ملي كيتسد من هنايا صافي راه كتكوني ضامنه بلي الساك مسدود وكيجي مفشفش بحال داك الديزاين ديال بوتيغا. شوفوا ليا لومبالاج كيفاش داير يا اختي داكشي ديال الناس الاليبا او ماي جاد. شوفوا البنات شحال خطيرين بعدا شوفوا او ماي جاد جاست واو ام سو كيوت. شوفوا البنات النظاظر شحال زوينين عرفتوا كيفاش جاوني مع هاد الجاكيطة اللي تلي لابسه شي حاجه الفرع ديال الفروعي. قولوا لي في لي كومونتير البنات كيفاش جاكم النظاظر. انا عارفه بلي غيعجبكم النظاظر. انا ما كنزعمش على دوك النظاظر اللي كيكونوا كبارين بحال هكا ولكن هادو نقدر نديرهم في اي سيزون في البرد في الصيف في الشتاء الخريف الربيع ملي مشيتي كيجيو زوينين هانتوما. المهم كيجيو خطيرين كيجيو كيحمقوا في اللبسه الكاليتي ديالهم زوينه الثمن ديالهم البنات ما فايتش 20 درهم. تخيلوا معايا دابا هادو ما فايتينش 20 درهم دابا هادو ما فايتينش 20 درهم امبوسي. اللي زوين فيهم بزاف هو انهم هنايا ما فيهمش ديك اللعيبه اللي كتكون هنا دميكا لحقاش انا ملي كنكون دايره فون دو تا كيخليو ليا ديما لي لونات ديال الشمس وداكشي كيخليو لي هنا دوك الطبيعات. هادو ما فيهمش كيجيو زوينين كيجيو كيحمقوا. المهم هانتوما ديريهم تقراي بيهم ديريهم تخرجي بيهم المهم فين ما مشيتي غيجيوك زوينين كيجيو كلاس كيجيو سبور كيجيو كاع 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 لي ستيل المهم كيجيو زوينين كاع كاع يا زبيده شو البنات مفوقاش وانا باغيه هاد لونسومبل فاينلي وصلتني. هادي لا جوب ديالها كتجي بحال هكايا هادي لا فيست الفوقانيه ديالها كتجي بحال هكا. المهم البنات غنقول لكم شي حاجه راه ديال الخيال العلمي شي حاجه اختي ديال الامريكان. شوفوا البنات لا فيست شوفوا ليها لي ديتاي ديالها شوفوا الزفات اللي فيها هنايا في اليدين فيها عاوتاني في الصيف من هنا. السايز اللي خديت في هاد لونسومبل خديت لا طاي ال. المهم جاتني هي هذيك الحمد لله ما خديتش اكس ال كوراجاتني كبيره حيت لا فيست خصها تجي كبيره ولا جوب خصها تجي شي شويه مزيره راكم عارفين هذا هو الستيل ديالها بحال هكا كيفاش كتجي. كاينين لي زونسومبل اللي كيكونوا بالسراول والفوق بحال هكا لا فيست قصيره ولا طويله. المهم انا خديت هذه لحقاش شحال هذه وانا باغياها. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في لا جوب هي انها فيها غير صفه وحده يعني ملي كتجي مترعه داكشي علاش غادي ندير لها الصدايف من هنايا كيف ما كتشوفوا هذه راه كتسد معاها بحال هكا ولكن انا ما غاديش نشدها مع هذه غادي ندير لها صفه وحده اخرى هنايا باش غادي تجي شي شويه ماشي مسوره راه هي اصلا اختي ما فيها ما يتسر ولكن غير باش نسدو داك التعريه اللي فيها من هنا واخا هي راه تجي معريه يعني كما درت لها غادي نمحل فيها. تخيلوا معايا البنات هاد لونسومبل هادي ما فايتاش 200 درهم دابا تخيلوا معايا هاد لونسومبل ما فايتاش 200 درهم كتجي خطيره في اللبسه. انا دابا باغي غير فوقاش نلبسها باش نمشي نصور بها
اي فوالا كيفاش كتجي لا فيست في البيصه بصراحه زوينه من طوندونس كتجي خطيره وكتجي زوينه كلاس و سبور اون ميم طون. بالنسبه لا جوب البنات راه مازال ما قديتها حتى نقادها ونصور بها في انستغرام. لومبالاج بلج زوين كتجيكم حاجه في وسط حاجه، يعني داك الارتيكل اللي غيوصلكم ما غيوصلكم لا مهرس لا مدكدك لا حتى شي حاجه، ما مجروح ما والو. شوفوا البنات لي بوكل اللي خديت فريمون خطيرين، شحال هادي وانا باغا هاد لي بوكل، خصوصا اللي فيهم زوين هو انه ما كيكحالوش، وعتو ماشي من داك النوع اللي خفافين بحال لي سيت الاخرين، هادو ثقال وزوينين. الثمن ديالهم البنات راه رخيص بزاف 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 بزاف، كيف ما كانوا كيبانوا في لو سيت كيف موصلوني زوينين كيف ما كتشوفوا، فنين اللون ديالهم واعر شي حاجه ديال الفريع الفروعي، ملور كيتسدوا بحال هكايا. البنات ما غاديش نهضر، اي ثينك بلي عارفين لي شنو غادي نقول، شحال هادي وانا باغا الساك في هاد اللون هذا فاينلي، ولكن راه بصراحه راه ما جيت نعزل شي ساك في هاد اللون حتى حماقيت، لحقاش عندهم بزاف الالوان في هاد السايكان. لو فير عندهم بزاف الشكالات السايكان فيه، عندهم شي كاين سيكون فشي، ولكن انا عاوتاني حاولت ناخذ شي حاجه اللي فاشن، شي حاجه اللي اونيك، شي حاجه اللي ما دايراش بزاف، يعني ما بغيتش ناخذ هذوك السيكان العاديين اللي كتكون فيهم ديما هكا سلسله مدليه او لا غير سمطه ولا شي حاجه، حاولت ناخذ هذا. شوفوا البنات لي ديطاي ديالو كيفاش دايرين، كيجي بحال هكا في الهزيزه، واخا انا كان كيسحبني كبير ولكن راه صغير، عاوتاني ما صغيرش بزاف وما كبيرش بزاف، يعني ديال الخريجه ماشي ديال القرايه ماشي ديال الخدمه. المهم الا كنتي اختي كتمشي للخدمه ودايه معاك الباكاج ديالك والقشك ديالك كامل ديال الدار، هاد الساك هذا ما غينفعكش من غير شي نهار كنتي خدامه غير شي عشيه ولا كنتي غادي تخدمي وخارجه، يعني غتدي داكشي الاساس بسطامك تليفونك مكياجك عكاكيرك صافي، يعني غيهز لك هادشي هذا ودخل بحال هكايا. حقاش انا اليوم ملي خرجت كنت هازه هاد الساك وبصراحه حمقني، شوفوا البنات راه كيهز راه ما تحكروش، الطا ديالو حتى هي بحال الساك الاخر كتركب بحال هكايا سهله، يعني بغيتي تخليها بغيتي تحيديها على حسب. هند هو هذا الساك كيف ما كتشوفوا البنات فريمون خطير بزاف بزاف بزاف، يعني غير خصك تعزلي شي حاجه اللي غادي تجيك زوينه، ما تبقايش غير كتشري كتشري كتشري، عزلي شي حاجه اللي انتي عارفه راسك غادي تهزيها، شي حاجه اللي عارفه راسك غادي تبقاي ديريها وغادي تبقاي تخرجي بها، ماشي تشري شي حاجه في الاخر اختي تحطيها. هذا هو اكف صبلان، ما كنحمش هذا البلان ديال انني نشري شي حاجه وما نبقاش نلبسها كتبقى لي في بالي، كنصدق غير نضيع راسي ونضيع فلوسي في ديك الحاجه في الاخر ما كنهزها ما حتى شي حاجه. البنات غزال غادي نعطيه شي 1000 على 10، ما يمكنش نعطيه 10 على 10 لحقاش فريمون خطير. داك الشيختي ديال بيو بيو مافيا، داك الشيختي ديال المافيا ديال الامريكان، داك الشي ديال الافلام ديال نتفليكس، تقمصت لعبت الدور هو هذاك. نظره البنات فنين ما يمكنش، دايرين بحال هذوك ديال بالونسياغا راه مكتوب هنا فيهم بي، كيبانو غاليين كيبانو شي حاجه دو لوكس هما بحال السيكان، بصراحه عندهم فنين عتو راهم كيحمقوا شي حاجه اللي الفرع دي فرع اختصين. البنات غتشوفو فوقاش وانا باغية هاد السلسلة، كنت باغاها بالضبط بحال هكايا، ملي شتها فهاد لبسيت قلت مايمكنش مغاديش نكوموندها لحقاش فغيمون خطيرة، كتجي في اللبسة زوينة كتجي هكا مشدودة على العنق، حتى هي اليوم كنت خرجت بها مع داك الساك الخضر بصراحة جاتني زوينة، كنت حطيت ليكم ستوري في انستغرام بيها. المهم كتجي فنة 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 في اللبسة، كتحل بحال هكايا فوالا كيف ما كتشوفو شي حاجة اختي فنة، هكا كتجي في العنق ولا كديرو لها هكايا. تبرعت اختي فهاد لاكوموند، تبرعت غدي تبرعت عشان اختي داكشي لاكلاس دلاكلاس. شوفوا البنات شوفوا يا البنات او ماي جاد او ماي جاد. المهم الداخل ديال بحال هكايا كتخرجوا حتى هذه هنايا الا كنتو باغيين بيان سور، كيجي واعر في اللبسه فريمون واعر 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 وبيان اونبالي وصنعتو مغطي ما تجرح ما والو، هنا
كتعلق السمطه ديالو اللي هي هذه. حتى هي واخا ديرينا لكم داخل في الصاك، شوفوا كيفاش مغطينها مزيان. انت طادا فوالا الصاك فريمون خطير. فن البنات ورخيص، كيجي في الهزه فن 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 فن. ويلي 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 مين كيجا البنات حتى راه هادشي كيحمق. تحلفوا عليها البنات اغمس، تحلفوا عليه وغزال. شوفوا البنات النضاضه، قولوا لي دابا كيفاش جاكم هاد النضاضر. دابا واش هادو يمكن لك تقولي لا اختي انا ما نقدرش نلبس بحال هاد النضاضر؟ لا ما نقدرش، راه ما يمكنش، راه هاد النضاضر الحشومه تقولي ما غاديش نلبسهم. شوفوا البنات حاجه زوينين، فنين 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 فنين، كيجيو كيحمقوا في اللبسه فريمون، كيجيو فنين. كلمني فيهم زوين، كيعطي واحد المنظر للحياه الواقعيه، داكشي اختي ديال التفلسيف، كيجيو غزالي في اللبسه. تصوروا معايا البنات حتى هاد النضاضر بحال الاخرى اللي وريتكم قبيله، ما فايتينش 20 درهم، ما فايتينش 20 درهم. دابا هادو ما فايتينش 20 درهم. وعندنا اخر ارتيكل، واخا ما سخيتش بكم الصراحه، ما سخيتش نحبس لا فيديو حيت ما كرهتكم، كان عندي بزاف د الحوايج باش نزيد نبارطاجيهم معكم. ام سو اكسايتد باش نبارطاجي معكم هادشي هذا. شوفوا البنات دابا غير خاتم، شوفوا شحال لومبالاج اللي دايرين ليه، ديرينو عاوتاني فهاد العيبه هادي باش ملي تحيديه تربيه هنايا باش ما يتكرفسش ليك ما يتجرحش. لحقاش تقولوا راه ذهب، عرفتي راه كيبان بحال الذهب. هانتوما سمايلي فيس فوالا، شفتوا الخاتم كيفاش داير وكيتزير من هنايا، كتجمعوه وكترخفوه كيما بغيتو. فيه واحد الحجيرات ها هما غيبانوا ليكم. مهم الخاتم البنات خطير خطير خطير، وباينه فيه ما غاديش يكحل، وكنتمنى انه ما يكحلش لحقاش هما كاتبين بلي اسي انوكسيدابل، ما كيكحلش الخاتم، ما كيكحلوش حتى لي بيجو ديالهم، وكاين عندهم بيان سور لي بيجو لي كيكحلوا. وهذا الخاتم هذا واقيلا ما فايتش حتى شي 2 دراهم بحال هكا 3 دراهم. سو جايز كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا بقيت زوينه. بيان سور الا عجبوكم لي زارتيكل غادي نخلي لكم لو ليام ديال لو سيت في الديسكريبشن بوكس، وغادي نخلي لكم حتى الحوايج ديالهم بهم تصاورات في انستغرام. سو اللي ما عندوش انستغرام ديالي يدخل للديسكريبشن بوكس، اولا غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا وتيك توك ديالي هنايا، تما ديما كنكون اكتيف معاكم. ضروري الا كانوا كيعجبوكم هاد لي فيديو هادو ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير، قولوا لي كيفاش جاكم المشاريات، شنو هي احسن حاجه عجبتكم. ما يمكنش اختي تفرجي في لا فيديو وما تقوليليش في لي كومونتير شنو هي احسن حاجه عجبتك في هادشي هذا كامل. حاجه صطاتني في حاجه، حاجه نساتني في حاجه، ولكن ضروري غتكون شي حاجه عجباتك وقولي لي في لي كومونتير باش نشوف الراي ديالكم كيفاش داير، نشوف السيل ديالكم واش بحال ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. باي باي عليكم، سلامه.